مرحبا بكم في بريس اكسبريس، مسلسل الانتقالات وتجديد العقود يتواصل سواء بالنسبة للاعبين أو للمدربين قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2021-2022. نبدأ مع موريتسو بوتشيتينو اللي تأكد بقاؤه مع الباريس سان جيرمان بعقد يمتد لعام 2023. ومواصلة بالحديث على الباريس سان جيرمان، يبدو أن الإدارة متاع النادي ما اكتفتش بالكم الهائل من النجوم اللي انضموا للفريق مؤخرا، وقاعدين نسمعوا في برشا إشاعات حول إمكانية ضم النجم الفرنسي بول بوغبا قادما من مانشستر يونايتد. في الخبر هذا شفنا أنه فما فئة كبيرة من محبي البي اس جي ما رحبوش بالفكرة، وبعثوا رسالة لبوغبا عبر لائحة واضحة تقول اسمع كلام أمك وما تجيش لهنا. اليونايتد من ناحيته نجح في ضم الموهبة الصاعدة جيدن سانشو قادما من نادي بروسيا دورتموند الألماني، ومن ناحيتهم جماهير اليونايتد كانوا فرحانين برشا بالانتقال هذا، لدرجة أنهم أضافوا اسم سانشو في غنية كانت كلماتها تخص المدرب أولي غونار سولجاير. وديما مع مانشستر يونايتد اللي أعلنت آخر الأخبار أنه توصل إلى اتفاق مبدئي باش يضم اللاعب الفرنسي رافائيل فاران قادما من ريال مدريد الإسباني. يبدو أنه الحكاية مسألة وقت وإجراءات فقط حسب سكاي سبورتس. نادي نيس الفرنسي عنده طموح باش يحسن مركزه التاسع متاع الموسم الماضي، وهذا اللي خليهم يعملوا برشا تحركات في فترة الانتقالات، أبرزهم قدوم جاستن كلويفرت ابن النجم الهولندي باتريك كلويفرت، وذلك على سبيل الإعارة. نادي ميلان الإيطالي زاد دعم صفوفه للموسم القادم بضم لاعب ريال مدريد إبراهيم دياز على سبيل الإعارة. وباش نكملوا مع إشاعة قاعدة تتجسم بشوية بشوية، واللي هي إمكانية انتقال روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ الألماني لنادي تشيلسي الإنجليزي. الأندية الكل تحضر في رواحة للموسم الجديد، وسيرفع الستار قريبا على كل الانتقالات اللي مازالت باش تصير، علما وأنه البيك فايف قريب يرجعوا للعب، وأولهم الدوري الفرنسي تحديدا نهار 8 أوت.